مرحبا، اليوم درسنا نحكي فيه عن الهندسة الوراثية بخلايا حيوانية. بس كل حديثنا كان بالدروس السابقة عن هندسة وراثية بكائنات حية دقيقة. طبعا الهندسة الوراثية لها أهمية كبيرة باستعمال كائنات حية دقيقة للتطبيقات اللي حكينا عنها مختلفة، مثل إنتاج أدوية، إنتاج مواد مختلفة بواسطة بكتيريا، واللي هي الطريقة الأفضل للإنتاج. بدرسنا اليوم رايحين نبدأ نحكي عن الهندسة الوراثية في خلايا حيوانية، ورايحين نتطرق ليش في حالات اللي فيها لازم نطبق الهندسة الوراثية في الخلايا الحيوانية. طبعا الخلايا الإنسانية خلايا حيوانية، بالإضافة لهيك وينتا منستعمل الهندسة الوراثية، وينتا نقدرش نستعمل كائنات حية دقيقة بتطبيقات معينة، وبالتالي بدنا نجبر نستعمل خلايا حيوانية. فإحنا اليوم راح نبدأ بالدرس الأول بهذا الموضوع. بالبداية راح نشوف الفروقات بين خلايا كائنات حية دقيقة وخلايا حيوانية. فالنقاط الهامة لدرسنا اليوم هي أهداف الهندسة الوراثية في خلايا حيوانية، وراح نشوف إنه الهندسة الوراثية في خلايا حيوانية هي معقدة أكثر من بخلايا كائنات حية دقيقة، وبالتالي نجرب نفهم ليش لابد بكتير من الحالات إن نستعمل خلايا الحيوانية بتطبيقات مختلفة. والنقطة الثانية المهمة بدرس اليوم هي طرق إقحام DNA لخلايا حيوانية. إحنا حكينا عن هذا الموضوع بخلايا حية دقيقة، في تشابه ولكن في بعض الاختلافات، ورايحين نمرق عليها خلال هذا الدرس. أهداف الهندسة الوراثية في خلايا حيوانية، وين إحنا بحاجة إنه نستعمل خلايا حيوانية نهندسها لأهداف مختلفة. فأول شغلة هي إنتاج بروتينات ومواد لا يمكن إنتاجها باستعمال كائنات دقيقة بسبب المعالجات المختلفة. هذا السبب، واحد من الأسباب الرئيسية. مبدئيا إحنا حكينا بواحد من الأمثلة اللي أخذناها بالدروس السابقة هي إنتاج هرمون الإنسولين. وبإنتاج هرمون الإنسولين قلنا إحنا بالخلايا البكتيريا، إنتاج هرمون الإنسولين اليوم بيتم باستعمال خلايا بكتيريا. خلايا بكتيريا فيش فيها جين الإنسولين، وبالتالي بدون ما نهندسها وراثيا مش راح تقدر تنتج لنا هرمون الإنسولين اللي هو بروتين صغير نسبيا. فعشان تقدر خلايا بكتيريا تنتج هرمون الإنسولين لازم ناخد الجين تبع هرمون الإنسولين من خلايا حيوانية، من خلايا إنسان، ونقحمه بخلايا بكتيريا وندمجه بداخل DNA تبع هاي الخلايا، وبالتالي هاي الخلايا بتتحول لخلايا اللي صار في عندها المقدرة لإنتاج هذا الهرمون. بحالة هرمون الإنسولين، بعد ما أقحمنا جين الإنسولين لخلايا البكتيريا وأنتجنا ونمينا خلايا البكتيريا بظروف مناسبة، خلايا البكتيريا أنتجت هرمون الإنسولين، فحصنا هل هرمون الإنسولين فعال، وبالتالي اتضح أن هرمون الإنسولين فعال. فعالية هرمونات الإنسولين اللي تنتجها خلايا بكتيريا هي أقل من فعالية هرمونات الإنسولين اللي الإنسان بنتجها أو اللي بنقدر نستخلصها من حيوانات مناسبة. ولكن اليوم الإنتاج الأساسي لهرمون الإنسولين هو باستعمال خلايا بكتيريا، والسبب هو تنمية خلايا بكتيريا أسهل بكتير من تنمية خلايا حيوانية. ولكن لما نحاولوا ينتجوا هرمونات تانية، بروتينات تانية، إنزيمات تانية لمصدرها خلايا حيوانية، مش دائما كان في نجاحات بالمنتج اللي تم إنتاجه. ولما نفحص هذا المنتج، نفحصت فعاليته، نشاطه كإنزيم أو كبروتين أو كهرمون، اتضح إنه نشاطه تقريبا صفر أو قريب للصفر. ولما جربوا يفحصوا شو السبب، اتضح إنه السبب هو إنه مظبوط إحنا بالهندسة الوراثية بنقدر ننقل أي جين من خلايا إنسان أو حيوان لخلايا بكتيريا، ولكن هاي البكتيريا تقدر تنسخ الـ RNA من هذا الجين وتترجم الـ RNA لبروتين، لسلسلة بوليبيبتيدية. ولكن إحنا كيف قلنا في معالجات مختلفة،
المعالجة الأولى هي للآر إن إيه اللي تم نسخه من الجين. فإذا أخذنا الجين الكامل من خلية حيوانية واستسخناه بخلية بكتيريا، هذا الجين بيحتوي على مناطق اللي هي مناطق إنترونات ومناطق إكسونات. مناطق الإنترونات اللي موجودة كمان بالآر إن إيه اللي بيتم نسخه من الجين بيتم استبعادها، وربط الإكسونات مع بعض بطريقة معينة اللي بتعطينا الميسنجر آر إن إيه اللي بيتم نسخه للبروتين الفعال. بخلايا حيوانية هاي العملية بتتم، بخلايا بكتيريا هاي العملية بتتمش، فيش معالجة للآر إن إيه، وبالتالي الآر إن إيه الناتج مع الإنترونات والإكسونات اللي فيه هو اللي بيتم ترجمته، والسلسلة البوليبيبتيدية نتيجة لهذا الإشي راح تكون أطول. طبعا حل هاي المشكلة كتير بسيط بعد التعرف على إنزيم الريفيرس ترانسكريبتاز، إنزيم النسخ العكسي. مبدئيا إحنا مش بحاجة نأخذ الجين من الخلايا الحيوانية أو خلية الإنسان اللي بدنا نستنسخه لخلية بكتيريا، بدل الجين نقدر نأخذ الميسنجر آر إن إيه المعالج من الخلية الحيوانية أو خلية الإنسان، نزيد عليه إنزيم النسخ العكسي وننتج منه جزيء سي دي إن إيه اللي هو الجين نفسه ناتو، يعني الجين بدون مناطق الإنترونات، لأنه الآر إن إيه اللي أخذناه من خلية الإنسان تم معالجته، تم استبعاد الإنترونات منه وربط الإكسونات بالطريقة المناسبة. إذا قدرنا نحصل على الميسنجر آر إن إيه المعالج، وهي عملية ممكن بسهولة ممكن بنجاح كبير إتمامها، نقدر هذا الميسنجر آر إن إيه نأخده نزيد عليه إنزيم النسخ العكسي وننتج الجين اللي إحنا معنيين باستنساخه. فمشكلة المعالجة للآر إن إيه انحلت. الآر إن إيه اللي بيتم نسخه بالخلية خلية البكتيريا هو الآر إن إيه اللي بيحتوي بس على مناطق الإكسونات ومربوطات مع بعض بالطريقة المناسبة، لأنه السي دي إن إيه الجين اللي دخلناه استنسخناه بخلايا البكتيريا لا يحتوي على مناطق الإنترونات. المشكلة الثانية هي المعالجة اللي بتتم للسلسلة البوليبيبتيدية بعد عملية الترجمة، وهي المشكلة فيش إمكانية إنها نحلها. المعالجات هاي حكينا إحنا عنها بشي درس من الدروس السابقة، معالجات اللي فيها بتم إضافة مجموعات كيميائية معينة مثل مجموعات سكر، إزالة مناطق من السلسلة البوليبيبتيدية. فبهاي المعالجة إحنا مبدئيا فيش عنا إمكانية إن ننفذها بالخلايا البكتيريا، لأنه بخلايا البكتيريا فيش معالجة للسلسلة البوليبيبتيدية بنهاية عملية الترجمة. وإذا هاي المعالجة كانت حيوية لإنتاج البروتين من السلسلة البوليبيبتيدية اللي له المبنى الفراغي الفعال، ونتيجة لعدم وجود هاي المعالجة بالخلايا البكتيريا، السلسلة البوليبيبتيدية مش راح تأخذ المبنى الفراغي الفعال، راح نحصل على بروتين غير فعال. بهاي الحالة مجبورين إحنا نستعمل خلايا حيوانية نستنسخ لدخلها الجين اللي احنا معنيين فيه اذا مش موجود فيها، او نستنسخ نسخ اضافية من هذا الجين عشان نحول هاي الخلايا لخلايا عندها مقدرة على انتاج زائد من البروتين اللي احنا معنيين فيه. اهداف الهندسة الوراثية الاضافية هي تطوير ادوية مثل ما حكينا، مثلا هرمونات وغيره، معالجة أمراض، ورحين نتطرق لهذا الإشي كيف باستعمال هندسة وراثية إحنا بنقدر نأخذ مثلا خلايا من إنسان اللي عنده نقص بجين معين نتيجة لطفرة، وبالتالي عم بيكون عنده نقص بشي بروتين أو هرمون معين بجسمه، نقدر نأخذ خلايا من هذا الإنسان نهندسها نفوت لها الجين الصحيح بدل الجين الطافر، هاي الخلايا ننميها بظروف مناسبة، وبعدين نعاول نرجعها لجسم الإنسان، وبهذا الشكل بصير في عند الإنسان بجسمه خلايا اللي إحنا دخلنا له إياها اللي عندها المقدرة على إنتاج الهرمون أو البروتين اللي ناقصه. إنتاج حيوانات ترانسجينية لتحسين المنتوج بالزراعة، بيستعملوها مثلا لإنتاج للحصول على بقر اللي بنتج حليب أكتر. البحث العلمي لدراسة صفات جينات وغيره بداخل خلايا حيوانية، وظائف هاي الجينات بداخل خلايا حيوانية. ف
فممكن مثلا نزيد من نسخ هاي الجينات بخلايا حيوانية عشان نشوف أي وظائف أي صفات بتغير عند هاي الخلايا الحيوانية، وبالتالي نقدر ندرس صفات هاي الخلايا الحيوانية، تحديد وظائف جين كيف ذكرنا بطرق اللي راح نذكرها لقدام. لنأخذ مثال على استعمالات لخلايا حيوانية، هندسة وراثية بالخلايا الحيوانية. فأحد البروتينات الذي ينتج بإنتاج زائد في خلايا ثدييات تنمو في مستنبت هو هرمون الريترو بويتين، اللي هو باختصار EPO. هو هرمون بيتم إنتاجه بالكلى بكمية منخفضة، يتم إفرازه لمجرى الدم، بيصل للنخاع العظمي، وهناك بيبدأ يساعد على أو يحفز عملية إنتاج خلايا دم حمراء. بني أدمين اللي عندن مشكلة بإنتاج هذا الهرمون بيكون في عندن فقر دم. فشركة معينة أمجن تمكنوا من إقحام بلازميد ناقل طبعاً اللي بيحتوى على الجين اللي بيشفر للإي بي أو لخلايا بتنمو بمستنبات، ونتيجة لهذا الإشي الخلايا بديت تتم فيها عملية تعبير زائد عن هرمون الإي بي أو لأنه دخلنا نسخ إضافية من هذا الجين. بعد استخلاص الهرمون من هذه الخلايا تبين أنه يعمل تماماً كالب EPO الذي ينتج في الجسم. يعني إحنا إذا في عندنا بني آدم اللي ناقصه EPO في عندنا إمكانية نستعمل مستنبت خلايا حيوانية لإنتاج هذا الهرمون. وبالفعل اليوم بيتم إنتاج EPO بالهندسة الوراثية بخلايا حيوانية، وبتم حقنه للإنسان اللي ناقصه، وبالتالي نقدر بهذه الطريقة نساعد على رفع عدد خلايا الدم الحمراء لمرضى الفقر الدم اللي عندي مشاكل بإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكذلك لمرضى السرطان اللي بياخدوا علاج كيماوي اللي ممكن من الأدوية اللي بياخدوها جسم يبدأ ينتج كميات عدد خلايا دم حمراء أقل، وبالتالي بيصير في عندن فقر دم. وبالفعل اليوم الـ EPO بيتم إنتاجه بهاي الأساليب ويستعمل كدواء لمرضى فقر الدم أو المرضى السرطان اللي بياخدوا علاج كيماوي اللي بيؤدي لأنه يصير في عندن فقر دم. إحنا قلنا أنه خلايا كائنات دقيقة مفضل استعمالها بعمليات الإنتاج مقارنة بخلايا حيوانية، وبالتالي بكل حالة اللي فيها الهدف تبعه هو إنتاج، مش دراسة خلايا حيوانية وصفات جينات معينة بخلايا حيوانية، بل إنتاج مادة معينة باستعمال مستنبتات خلايا. دائما التفضيل هو لاستعمال مستنبتات خلايا كائنات دقيقة، إلا إذا كان في عندي حالات مثل اللي ذكرنا إنه البروتين اللي بدي أنتجه أو الهرمون اللي بدي أنتجه أو المادة اللي بدي أنتجها باستعمال كائنات دقيقة متكونش فعالة بسبب المعالجات اللي ذكرناها. فالمقارنة بين نوعين الخلايا بنقدر نشوف إنه خلايا كائنات دقيقة أصغر بالحجم من خلية حيوانية. طبعا في تفاصيل اللي هي مش لهالدرجة مهمة لموضوعنا، بس مهم نعرف إنه لما نباحث بده يجي ويقرر هل بده يستعمل كائنات دقيقة يهندسها عشان ينتج مادة معينة ولا خلايا حيوانية، لازم يعرف يقارن بين نوعين الخلايا ويعرف شو الصفات الموجودة هون مقارنة بالصفات الموجودة هون، ويقرر بحسب هاي الصفات أي أفضل إنه يستعمل للهدف اللي هو بده يقوم فيه. فمهم إنه نعرف الفرق بين صفات نوعين الخلايا. فخلايا كائنات دقيقة بشكل عام قطر تبعه بين 1.5 ل 8 مايكرون مقارنة بخلايا حيوانية اللي 10 مايكرون، أكبر بكتير بعدة عدد كبير من الحالات. خلايا كائنات دقيقة بشكل عام بحيط بالغشاء جدار، بينما خلية حيوانية بدون جدار. زمن جيل لكائنات دقيقة مثل بكتيريا قصير نسبيا، البكتيريا زمن جيل تبعها بتراوح بحوالي 20
دقيقة، بينما خلايا حيوانية زمن الجيل تبعها بين يوم ونص ليومين. وسط غذائي خلايا دقيقة، الوسط الغذائي تبعها وسط غذائي بسيط غير معقد، مي مع أملاح مع مصدر طاقة سكر كافي إنه خلايا بكتيريا تقدر تنمو بهذا الوسط، بينما خلايا حيوانية بحاجة لتنميتها لوسط غذائي معقد مكلف، تكلفته أعلى من الوسط الغذائي المستعمل لكائنات دقيقة. خلايا كائنات دقيقة ظروف التنمية تبعتها أبسط بكتير، تأثير عوامل خارجية مثل الأكسجين مثل pH مثل درجة حرارة مش مثل تأثيرها على خلايا حيوانية. خلايا حيوانية بتتأثر بأي تغيير بهاي العوامل، وبالتالي لازم يكون في مراقبة شديدة لعملية تنمية خلايا حيوانية مقارنة بعملية تنمية خلايا بكتيريا، والإشي هذا بيخلي عملية التنمية مكلفة أكتر. أشكال التنمية، كائنات الدقيقة بتقدر تنمو بوسط غذائي على شكل خلايا معلقة، خلايا بتسبح بداخل المحلول، بالتالي بنقدر نستغل كل الحجم المتوفر للوعاء اللي عم نقوم فيه بعملية التنمية. طبعا كمان بتقدر تنمو كخلايا ملتصقة على سطح صلب مثل مثلا على جل أجر، ولكن خلايا حيوانية غير الخلايا السرطانية وغير أنواع قليلة من الخلايا الحيوانية بتنمو بشكل عام كخلايا ملتصقة على أسطح صلبي وبطبقة واحدة. خلايا سرطانية ممكن تكون عدة طبقات، خلايا حيوانية مجرد ما كونت طبقة واحدة اللي غطت كل السطح الصلب المتوفر إلها تتوقف عملية التنمية تبعتها. وهاي العملية اللي فيها تتوقف تنمية يتوقف تكاثر خلايا حيوانية بمجرد ما غطت كل الأسطح الصلبة المتوفرة عندها هي إعاقة انقسام الخلايا بواسطة التلامس، يعني التلامس بين الخلايا بيؤدي لتوقف تكاثرها، إشي اللي مش موجود بالخلايا الحيوانية. طبعا خلايا سرطانية قلنا بتنمو بعدة طبقات. تركيبة الوسط الغذائي بحال خلايا بكتيريا قلنا تركيبة وسط غذائي كتير بسيط، خلايا حيوانية لازم نلتزم بتركيبة محددة، أي نقص قد يعيق أو يمنع تكاثر الخلايا، فلازم يتوفر أحماض أمينية اللي جزء منها الخلايا الحيوانية نفسها بتقدر تنتجها، وبالتالي لازم نوفرها، وهي تعتبر مصدر للنيتروجين ومصدر لتكوين البروتينات. فيتامينات ضرورية لعمل إنزيمات وحصول عمليات أيض معينة، أملاح إلى أهداف مختلفة منها إعطاء الإنزيمات الشكل الفراغي المناسب إلها، محافظة على درجة pH المناسبة لازم تكون بين 7.2 ل 7.6، أي خروج عن هذا الإطار بيؤدي لموت الخلايا. الجلوكوز هو مصدر أساسي للطاقة مثل بحالة البكتيريا، ولكن في أنواع بكتيريا بتقدر تتكاثر على أنواع سكر تاني. الخلايا الحيوانية بشكل عام الجلوكوز هو مصدر الطاقة الوحيد تبعها. مصل أو سيروم يستخرج من جنين حصان حيوان حصان أو عجل هو سائل الدم، بدونه خلايا حيوانية بتقدرش تتكاثر، له تركيبة معقدة صعب انه نكونها بالمختبر، وبالتالي حاجتنا للمصل بعملية تنمية خلايا حيوانية يحول عملية التنمية لعملية مكلفة. وكيف قلت دائما اذا في امكانية نستعمل خلايا بكتيريا مفضل للاسباب اللي ذكرت لسه. انتبيوتيكا طبعا مهمة، مضادات حيوية، لانه أي تلويث من قبل بكتيريا بتؤدي للقضاء على الوسط الغذائي تكاثرها السريع. درجة حرارة تهوئة مراقبة درجة pH. بدنا نأخذ استراحة 10 دقائق ومنتابع بعد الاستراحة بموضوعنا.
بعد الاستراحة نكمل نحكي عن إيش المواد اللي يمكن اللي يتم إنتاجها في مستنبتات خلايا. طبعاً الحكي هذا عن إيش اليوم بيتم إنتاج، إيش لقدام، في بعد بوتنسيال كتير كبير لاستعمال مستنبتات خلايا حيوانية. كمان مرة مستنبتات خلايا حيوانية هي خلايا اللي تم إخراجها من الحيوان وتنميتها بظروف المختبر، مثل ما بيصير بخلايا بكتيريا. بس خلايا بكتيريا هاي البيئة اللي بتعيش فيها، خلايا كائنات دقيقة هاي البيئة اللي بتعيش فيها. خلايا حيوانية الفرق إنها خلايا المفروض تعيش بجسم كجزء من نسيج معين، وجسم اللي الأنسجة المختلفة وأنواع الخلايا المختلفة بتكمل بعض. هون أخذنا هاي الخلايا نميناها بظروف مختبر كمستنبت لحاله ملتصق على سطح صلب، وبالتالي عملية التنمية تبعتها أعقد بكتير من خلايا بكتيريا. فمن بين المواد اللي يتم إنتاجها في مستنبتات خلايا لقاحات تطعيم فيروسية، مثل مثلا الحكي كل ما يجي فيروس جديد، إن كان فيروس الإنفلونزا أو فيروس الكورونا، كل الحرب بتكون هي على إيجاد لقاحات أو تطعيم لهذا الفيروس عشان نقدر نمكن جسم الإنسان من تكوين مناعة ضد هذا الفيروس. فعملية تنمية إنتاج لقاحات بتم بواسطة تنمية الفيروسات في مستنبتات خلايا، لأنه إحنا كيف بنعرف اللقاح هو عبارة عن بروتينات مصدرها هذا الفيروس اللي بنعطيها للإنسان عشان جهاز المناعة تبعه يبدأ يكون أجسام مضادة اللي حكينا عنها بشي درس من الدروس السابقة، وخلايا ذاكرة ضد هذا البروتين اللي مصدره فيروس. إذن عشان أقدر أنتج هذا البروتين أنا بحاجة إلى الفيروسات. الفيروسات هي مسؤولة عن إنتاج هذا البروتين، فممكن لازم ننمي الفيروسات. الفيروسات لا تنمو لوحدها، الفيروسات هي مش كائنات حية اللي بتقدر تتكاثر لحالها، هي لازم تتكاثر بداخل خلايا. ففيروسات اللي بتهاجم خلايا إنسان لازم نخليها تتكاثر بداخل خلايا إنسان. فبتم تنمية هاي الفيروسات في مستنبتات خلايا ملائمة، ومن ثم يتم تحضير اللقاح المناسب من هاي الفيروسات باستخلاص مكونات مختلفة موجودة بداخل هذا الفيروس، بروتينات الفيروس. فمن بين اللقاحات اللي تم تطويرها بهاي الطرق فيروس التهاب غشاء المخ، فيروس البوليو، فيروس الحصب حصبي، فيروس الكليفت الكلب، واليوم عم بجربوا يطوروا كمان لقاح ضد فيروس الكورونا. بدناش نمرق على كل المصطلحات الموجودة هون، بس هيك مصطلحات معينة بدنا نذكرها. الانترلوكينات أو الليمفوكينات هي مواد اللي يتم إفرازها أثناء رد الفعل المناعي، مثل الانترفيرون اللي بعطوها عادة لبني آدمين اللي في عند المشكلة بجهاز المناعة، أو الهدف أو بني آدمين اللي بحاجة إن نقوي جهاز المناعة تبعهم، مثل مثلا مرضى السرطان اللي تم معالجتهن عشان نتأكد إن السرطان ما يرجعش. عادة منعطيهن انترفيرون مثلا اللي هو من بين هاي المواد اللي بيتم إنتاجها بواسطة خلايا حيوانية. هاي المواد إذا أنتجناها بواسطة خلايا بكتيريا مهندسي الناتج بيكونش فعال، لأنه بشكل عام هي عبارة عن بروتينات من نوع جليكوبروتينات، بمعنى أنه هي بروتينات اللي بنهاية عملية الترجمة تم إضافة معالجتها وإضافة مجموعات كيميائية، مجموعات من السكر إلها، وهي العملية لا تتم بخلايا حيوانية بخلايا بكتيريا، وبالتالي مش ممكن نقدر ننتج انترفيرون فعال باستعمال خلايا بكتيريا مهندسة اللي أدخل إلها الجين المسؤول عن إنتاج هذا الانترفيرون. أجسام مضادة مونوكلونالية هي أجسام مضادة اللي موجهة ضد محدد أنتيجيني واحد، بمعنى إنها ترتبط بمجموعة كيميائية واحدة على جسم غريب بفوت لجسمنا. أجسام مضادة بشكل عام بتم إنتاجها باستعمال حيوانات كاملة، وهذا الإشي بيتم بإدخال الجسم الغريب اللي بدنا ننتج أجسام مضادة ضده لهذا الحيوان، مثلا بروتين معين. جهاز المناعة تبع هذا الحيوان بده ينتج أجسام مضادة اللي ترتبط لمجموعات كيميائية مختلفة على هذا البروتين. أجسام مضادة من هالنوع بنسميها
أجسام مضادة بوليكلونالية. إذا بدنا ننتج أجسام مضادة مونوكلونالية اللي ترتبط بس بمحدد أنتيجيني واحد يعني بمجموعة كيميائية واحدة، إحنا بحاجة لنأخذ خلايا حيوانية بواسطة الهندسة الوراثية نفوت الجين المسؤول عن هذا إنتاج هذا الجسم المضاد المونوكلونالي، وساعتها المستنبت الخلايا الحيوانية اللي أنتجته من الخلية الحيوانية المهندسة عنده المقدرة على إنتاج هاي الأجسام المضادة المونوكلونالية. هرمونات وعوامل نمو مختلفة بيتم إنتاجها كمان باستعمال مستنبتات خلايا حيوانية، إنزيمات مختلفة خاصة الإنزيمات المستعملة لأهداف طبية، أنتيجينات سرطانية معينة بهدف إنتاجها. أنتيجينات سرطانية هي عبارة عن بروتينات بشكل عام اللي موجودة على غشاء خلايا حيوانية خلايا سرطانية وبسعة خلايا سرطانية، والهدف عادة من إنتاج هاي الأنتيجينات بيتم إنتاجها باستعمال مستنبت خلايا سرطانية طبعاً، والهدف من إنتاج هاي الأنتيجينات هي دراستها وتطوير طرق لتشخيص تشخيص مبكر لسرطان معين. فإذا قدرنا نعرف شو صفات الأنتيجين معين المسؤول الموجود عند خلايا سرطانية بنقدر نطور طرق كشف عن مرض السرطان، طرق كشف مبكرة عن مرض السرطان وعلاجات مختلفة كمان لمرض السرطان راح نحكي عنها لقدام. وبالإضافة لهيك بيتم إنتاج فيروسات قاتلة للحشرات. بعد ما تطرقنا لأهداف وهندسة كائنات خلايا حيوانية والمواد اللي يمكن أن يتم إنتاج بواسطة خلايا حيوانية واستعمال هاي الخلايا الحيوانية المهندسة، بدنا إسا نفوت لكيف منقوم بهندسة هاي الخلايا الحيوانية وراثيا. عشان نقدر نهندس خلايا حيوانية نضيف لها صفات معينة مش موجودة عندها أو نزيد من مقدرتها على إنتاج مواد معينة، لازم نقحم لداخل هاي الخلايا الحيوانية، ندخل لداخل هاي الخلايا الحيوانية جينات اللي إحنا معنيين فيها. فخلية اللي فيش عندها مقدرة على إنتاج مادة معينة، إذا دخلت لها الجين المسؤول عن إنتاج المادة الخلية بيصير في عندها هاي المقدرة، أو خلية اللي عندها جين معين وعندها مقدرة على إنتاج مادة وبدي أزيد من كمية المادة اللي عم تنتجها بزيد لها نسخ إضافية من هذا الجين. عملية إدخال DNA غريب لخلايا حيوانية بنسميها تعداء أو ترانسفيكتسيا، ترانسفيكشن من الإنجليزي ترانسفيكشن إعداء تعداء، هي عملية إدخال DNA لغريب لداخل خلية حيوانية. وعشان نقدر ندخل DNA غريب ممكن إن ندخل DNA كروموزومي مرتبط ببروتينات أو DNA لحاله أو DNA مستنسخ داخل بلازميد أو أي ناقل آخر مثل فيروس. ففي أساليب مختلفة لإدخال DNA أنا معني فيه جين معين أنا معني فيه، وراح نحكي من خلال هذا الدرس عن هاي الطرق. أهداف إقحام جين لخلية حيوانية: البحث العلمي، تشخيص وعزل جينات ودراسة آليات مراقبة التعبير عن هذه الجينات، هذا الهدف الأول. يعني عشان نقدر نتعرف شو صفات جين معين، كيف بيتم مراقبة هذا الجين، ممكن ندخل مقطع معين اللي احنا شاكين فيه انه هو منطقة مراقبة او جين معين لخلية حيوانية ونشوف اي تغييرات بيصير بصفات هاي الخلية. زيادة قدرة خلايا المستنبت على انتاج مواد ذات قيمة تجارية بواسطة ادخال نسخ كثيرة من الجين نفسه الموجود بالخلايا كيف قلنا، أو إدخال تسلسل مراقبة موجبة لزيادة تعبير الجين، يعني جين موجود ولكن تسلسل المراقبة أو موقع المراقبة عم بيؤدي لإنتاج مراقب عن هذا الجين. نقدر نفوت بطرف هذا الجين
تسلسل مراقبي موجبي، يعني هو تسلسل اللي بحفز من نسخ الجين وبيزيد من عملية التعبير عنه، وبالتالي احنا ما فوتناش جين، بس الجين الموجود عند الخلية ضاعفنا مقدرة الخلية على نسخه وترجمته، يعني التعبير عنه. وثلاثة، معالجة أمراض وراثية لدى الإنسان، وهي هي اليوم الموضوع الأساسي بهندسة وراثية بخلايا حيوانية اللي فيها بيتم استعمال إنزيم مجموعة أو مجموعة كريسبر اللي رح نحكي عنها بدروس لقدام، وهي بنقدر نقول الهندسة الوراثية اللي بالثلاث أربع سنين الأخيرة هي اللي عم بتكون الهندسة الوراثية تبعت اليوم الحديثة. طرق لإدخال جينات، إذا قلنا في عندي إمكانية إني أدخل دي إن إيه لحاله، رح نشوف كيف. دي إن إيه مرتبط ببروتين، أو دي إن إيه مرتبط بناقل اللي ممكن يكون بلازميد أو فيروس. رايحين نشوف سيرتون قصير اللي من مرة لمرة رايح أنا أوقف لكم إياه عشان أشرح لكم عن شغلات مختلفة رايحين تشوفوها بهذا السيرتون اللي فيه شرح لكيف الآليات المختلفة لإدخال مقاطع دي إن إيه معينة لخلايا حيوانية. Transfection is the process of delivering nucleic acids into eukaryotic cells while minimizing unintended effects, such as toxicity, off-target gene perturbation, or cell death. Because nucleic acids are hydrophilic molecules and the cell membrane is hydrophobic, coaxing DNA past the membrane can prove challenging. Transfection can واحدة من المشاكل بإدخال DNA غير إنه إذا مقطع DNA طويل صعب إدخاله، هو إنه DNA هو هيدروفيلي، عليه مجموعات كيميائية مشحونة، وبالتالي وغشاء بينما غشاء الخلية والمكون بالأساس من فوسفوليبيدات والطبقة الليبيدية هيدروفوبية، وبالتالي صعب لـ DNA إنه يخترق غشاء خلية، أو احتمال اختراق دي ان ايه لغشاء خليه هو كتير واطي. وهنا احنا بدنا نجرب نشوف كيف نقدر نساعد دي ان ايه انه يخترق غشاء خليه. Can be accomplished by a variety of techniques such as lipid-based transfection or transfection using calcium phosphate or electroporation, the use of electricity to transport DNA into the cell. This animation focuses كيف شفنا في إمكانية إنه نحيط بالدي إن إيه بمجموعة ليبيدية، نغلفه بمجموعة ليبيدية، والمجموعة الليبيدية هاي اللي إحنا شايفينها شفنا كيف بتصير العملية على جهة اليسار من الشاشة بتساعد على إدخال الدي إن إيه لداخل الخلية. إمكانية تانية هي إنه نزيد للمحلول الطريقة اللي حكينا عنها بخلايا بكتيريا، كمان نزيد للمحلول أيونات ملح معين، وهاي العملية بتأدي لترسيب جزيئات الدي ان ايه على غشاء الخلية، مما يسهل من عملية دخوله أو اختراقه لغشاء الخلية. مجرد ما تم إذابته بغشاء الخلية عملية دخوله التصاقه بغشاء الخلية، عملية اختراقه لغشاء الخلية بيصير أهون. This is on lipid-based transfection, where the cationic head group of the lipid compound associates with the anionic phosphates of the nucleic acid. This method is suitable for transient as well as stable transfection, achieves high efficiencies, and works across a broad range of cell lines. DNA is a hydrophilic molecule and cannot pass through the hydrophobic cell membrane. Lipid-based reagents associate with the DNA, creating a lipid DNA complex that can pass through the cell membrane, either by endocytosis or by fusion with the plasma membrane.
Cell lines differ in how they are affected by transfection reagents. Established or lab-specific cell lines may have existing protocols that work well, thus saving someone new to transfection the work of optimizing the transfection conditions. However, new or unfamiliar cell lines may require optimization for successful and efficient transfection. Transfection optimization is accomplished by setting up a matrix in a multi-well plate to determine the conditions that result in the best transfection efficiency, gene expression levels, and highest cell viability. The lipid-to-DNA ratio and DNA concentration can be varied across the rows and columns of a multi-well plate. Additionally, the length of time for transfection, a variety of lipid reagents, and incubation time for lipid-to-DNA complexes. طب كانت لمحة سريعة عن طرق إدخال دي إن إيه لخلية. شفتوا السيرتون، في ملان سيرتونين من هالنوع باليوتيوب، ممكن تختاروا سيرتونين تاني. أنا اخترت هذا السيرتون لأنه بيفرجينا طريقتين أساسيات حكينا عنهن. مراحل دخول دي إن إيه لخلية، المرحلة الأولى هو التصاق دي إن إيه لغشاء الخلية، المرحلة الثانية هو اختراق الدي إن إيه لغشاء الخلية ودخوله للسيتوبلازما، المرحلة الثالثة هو دخوله لداخل الدي إن إيه، والمرحلة الرابعة هي اندماجه بجينوم الخلية. كل مرحلة من هاي المراحل لها أهميتها بالتغيير الوراثي اللي بدنا نعمله بالخلية الحيوانية. فبعد التصاق الدي ان اي بغشاء الخليه، غشاء الخليه بيبدا يسكر على الدي ان اي، ينطوي عليه ويدخله لداخل الخليه. الدي ان اي بفوت على السيتوبلازما، من هناك في شيء تعبير عنه، من السيتوبلازما بينتقل للنواه، بداخل النواه بتبدا عمليه التعبير عنه. معظم النسخ اللي بتفوت للنواه بمعظم الخلايا بتبقى بداخل النواه وبتم عمليه التعبير عنها، وهي عملية التعبير بتستمر لمدة 48 ساعة. بمعظم الحالات هاي النسخ لا تندمج بجينوم الخلية، وبالتالي بعد 48 ساعة عملية التعبير بتبدأ تختفي، لأنه الخلايا بتبدأ تنقسم، والخلايا اللي ناتجة لا تحتوي على الـ DNA هاد. وعملية وهاي العملية بنسميها عملية تعبير مؤقت عن الجينات. الدي ان اي اللي فات للنواة بتم نسخه، نسخ الار ان اي بتطلع من النواة لبرا، بتم ترجمتها وبتبدا تنبنى بروتينات، الخلية بتبدا تبني بروتينات. جزء قليل من الخلايا الدي ان اي اللي دخل لداخلها بندمج، حوالي 10% بندمج بجينوم الخلية، وبالتالي الخلايا هاي لما تنقسم الخلايا الناتجة عنها تحتوي على نسخ من هذا الدي ان اي الغريب، لانه صار جزء من الجينوم تبعها، وبالتالي بعمليه الانقسام لما بتضاعف الدي ان اي تبعها بتضاعف هاي النسخ، وهنا بتتحول عمليه التعبير عن هاي الجينات لعمليه تعبير ثابت، بمعنى انه كل الاجيال القادمه من الخلايا فيها تعبير عن هاي الجينات. اندماج الدي ان اي الغريب بجينوم الخليه بيتم بمواقع مختلفه من جينوم الخليه. بالصورة هنا بنقدر نشوف تعبير مؤقت مقابل تعبير دائم. تعبير دائم لازم الدي ان اي يدخل لداخل السيتوبلازما، لداخل النواة، يندمج بجينوم الخلية، وساعتها في تعبير عنه، وانقسام الخلية بيؤدي كمان لانقسام هذا الدي ان اي. بالتعبير المؤقت في عندي دخول للدي ان اي لداخل السيتوبلازما، دخوله للنواة ولكن لا يندمج بـ DNA الخلية، وبالتالي التعبير عنه بيبقى تعبير مؤقت. مع الوقت هذا الـ DNA يتم تحليله، ومع انقسام الخلية لا ينتقل للخلايا التالية، الخلايا للأجيال التالية. احتمال إمكانية تانية لتعبير مؤقت وعدم مرات يتم استعماله، هو بدل ما إذا الهدف هو تعبير مؤقت بالخلايا المعينة الموجودة عندي بدون حاجة ل نقل هذا التعبير للأجيال القادمة، ممكن ندخل الميسنجر ار ان اي للسيتوبلازما تبعت الخلية، والنتيجة هي نفسها ترجمة الار ان اي وبناء البروتينات، وعملية بتكون مؤقتة.
شكرا لإصغائكم، انهينا هذا الدرس، في بعد عندنا درسين عن الخلايا الحيوانية، بنلتقي بالدرس الجاي، إلى اللقاء.